بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا صغيرات الجميلات في درس من دروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي. اليوم بإذن الله عندي درس تقدير نواتج الطرح. كما تعرفنا على درس تقدير نواتج الجمع بطرقه المختلفة، سوف أتعرف على درس تقدير نواتج الطرح بنفس الطرق. عرفنا سابقا يا ثاني ماذا تعني كلمة تقدير. تقدير، التقدير هي إني يا ثاني أقرب، مثلا لو كان عندي قدري ناتج جمع أو قدري ناتج طرح، إذا أنا أقرب العدد الأول ثم أقرب العدد الثاني ثم أقوم بإجراء العملية سواء كانت جمع أو طرح. إذا التقدير إني أقرب العدد الأول ثم أقرب العدد الثاني ثم أجري العملية سواء كانت جمع أو طرح. اليوم بإذن الله بيكون عندنا تقدير نواتج الطرح بنفس الطرق يا ثاني، إما أني أقرب إلى أقرب 10 أو أني أقرب إلى أقرب 100. طيب، مثال استعد. في أحد الشوارع يقع منزل خالد بين منزلي فهد وسعيد. إذا كانت المسافة بين منزلي فهد وسعيد 644 مترا، والمسافة بين منزلي فهد وخالد 332 مترا، فما المسافة بين منزلي سعيد وخالد تقريبا؟ إذا الآن أنا سوف أقوم بعملية الطرح، أطرح 644 اللي هي المسافة الأولى ناقص المسافة الثانية اللي هي 332. بنفس الطريقة يا ثاني، بنفس الطريقة، أما أني أقرب إلى أقرب 10 أو أقرب إلى أقرب 100. طب كيف أقرب إلى أقرب 10؟ بما أنه طلب مني أقرب إلى أقرب 10، إذا الستة تنزل زي ما هي، المئات، المئات تنزل زي ما هي ما تتغير. أجي أشوف العشرات، العشرات أربع عشرات يعني 40، إذن هي محصورة ما بين 40 والعشرة الأكبر منها 50. المنتصف بين 40 والخمسون 45. إذن أنا الآن أبدأ أقارن بين 44 والـ45. هل 44 أصغر ولا أكبر من 45؟ أحسنتم، أصغر. بما أن 44 أصغر، إذن أنا أخذ العدد الصغير اللي هو 40، إذن 640. هذا التقدير أو عفوا التقريب العدد الأول. أقرب العدد الثاني 300، قلنا المئات تنزل زي ما هي ما تتغير. تعالي نشوف 32، منزلة العشرات 30، إذن هي محصورة ما بين 30 والعشرة اللي أكبر منها 40. المنتصف ما بين 30 و40 35. إذن أنا الآن أقارن بين 32 والـ35. هل 32 أصغر ولا أكبر من 35؟ أحسنتم، أصغر. بما أنها أصغر، إذن أنا آخذ 30، إذن أقرب إلى 30، أحسبها 30، إذن 330. يلا أوجد ناتج الطرح الآن مباشرة. 0 ناقص 0 يساوي 0، 4 ناقص 3 يساوي 1، 6 ناقص 3 يساوي 3. إذا لما أنا قربت إلى أقرب 10 وجدت أن ناتج الطرح 310. أنتقل إلى الطريقة الأخرى بنفس اللي أخذناها في درس تقدير نواتج الجمع، أقرب إلى أقرب 100. كيف أقرب إلى أقرب 100؟ أنظر إلى منزلة المئات، وجدت أنها 600، إذن هي محصورة ما بين 600 والمئة اللي أكبر منها 700. ثم أنظر إلى 44 أقارن بينها وبين المنتصف، المنتصف المئات اتفقنا أنها دائما 50، إذن 44 هل هي أكبر ولا أصغر من 50؟ أصغر من 50، إذن أخذ العدد الصغير 600 وأكتب. أنتقل إلى الرقم الثاني 332، أنظر إلى منزلة المئات، بما أنه قال قرب إلى أقرب 100، إذن أنظر إلى منزلة المئات 300، إذن هي محصورة ما بين 300 والمئة اللي أكبر منها 400. تعالوا نشوف المنتصف، المنتصف 50، اتفقنا دائما منتصف المئات يكون 50. يلا أشوف 32، هل 32 أكبر ولا أصغر من 50؟ أحسنتم رائعين، أصغر من 50، إذن أنا أخذ العدد الصغير اللي هو 300 وأكتب 300. الآن أبدأ الطرح العادي
صفر ناقص صفر يساوي صفر، صفر ناقص صفر يساوي صفر، ستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة. إذن أصبح ناتج الطرح بعد التقريب إلى أقرب مئة 300. إذن لما قربنا إلى أقرب عشرة صار ناتج التقدير 310، لما قربنا إلى أقرب 100 أصبح ناتج التقدير 300. أجد أن كلاهما إجابتين متقاربتين. لو أريد أن أوجد الفرق المضبوط، وش يعني الفرق المضبوط؟ نفس طريقة الجمع المضبوط. الفرق المضبوط بين هذين العددين أني أطرح مباشرة بدون تقريب، أشرح مباشرة بدون تقريب. يلا أطرح 4 ناقص الاثنين 2، 4 ناقص الثلاثة 1، 6 ناقص الثلاثة 3. إذن الجمع المضبوط يساوي 312. الجمع عفوا الطرح، الطرح بالتقريب إلى أقرب عشرة 310. أجد أن 310 قريبة من 312. طب الطرح بعد التقريب إلى أقرب 100 أصبحت 300. أجد أن 300 قريبة كذلك من الطرح المضبوط اللي هي 312. واضح؟ إذن درس اليوم درس مكرر شبيه جدا بدرس تقدير نواتج الجمع، ولكن الاختلاف هو أن هنا نطرح وفي الدرس السابق كنا نجمع. يلا أنتقل إلى أمثلة أتأكد. السؤال يقول 482 ناقص 217. المرة الأولى أقربها إلى أقرب عشرة، المرة الثانية أقربها إلى أقرب 100، والمرة الثالثة أطرح طرح مضبوط. يلا أقرب إلى أقرب عشرة، قلنا أقرب عشرة المئات تنزل زي ما هي 4. طب العشرات، العشرات 8، إذن هي محصورة ما بين 80 والعشرة اللي أكبر منها 90. المنتصف 85. الآن أنا أقارن بين 82 و85، أجد أن 82 أقل من 85، إذن أخذ الأقل اللي هي 80. أنتقل للرقم التالي. المئات 2 تنزل كما هي. أنظر إلى منزلة العشرات، أجد أنها 10 واحدة، إذن هي محصورة ما بين العشرة والعشرة اللي أكبر منها 20. يلا أنظر إلى 17 وأقارنها بالمنتصف. المنتصف ما بين 10 و20 هو 15. أقارن 17 بال15، أجد أن 17 أكبر من 15، إذن أنا أخذ العدد الكبير اللي هو 20. الآن أبدأ أطرح طرح عادي. صفر ناقص صفر يساوي صفر، ثمانية ناقص الاثنان يساوي ستة، أربعة ناقص الاثنان يساوي الاثنان. إذا ناتج الطرح 260 بالتقريب إلى أقرب عشرة. واضح؟ الآن خلينا نعيد تكتيبها كتابتها حتى نرتب. إذا 480 ناقص 220، الناتج 260. طب أنتقل إلى الطريقة الثانية اللي هي التقريب إلى أقرب 100. التقريب إلى أقرب 100 مباشرة أنظر إلى منزلة المئات، وجدت أنها 400، إذا هي محصورة ما بين 400 والمئة الأكبر منها 500. أنظر إلى 82 وأقارنها بالمنتصف. المنتصف قلنا 50. 82 أكبر ولا أصغر من 50؟ أكبر، إذا أخذ العدد الكبير 500. أنتقل إلى الرقم الثاني 217. المئتان محصورة ما بين 200 والمئة الأكبر منها اللي هي 300. الآن أنظر إلى الآحاد والعشرات 17، أقارنها بالمنتصف. المنتصف قلنا 50. 17 أكبر ولا أصغر من 50؟ أصغر من 50، إذن أقرب العدد إلى 200. أحرص أني أكتب الآحاد تحت الآحاد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، وأبدأ الطرح العادي. صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، خمسة ناقص الاثنين يساوي الثلاثة.
أشوف ناتج الجمع المضبوط. المضبوط يعني ما أقرب، أطرح مباشرة. 2 ناقص 7، هل أستطيع أن أطرح من 2 7؟ لا، أحسنتم. إذن بالاستيلاء 8 تصبح 7، والواحد حط جنب 2، أصبحت 12 ناقص 7 تساوي 5. طيب العشرات، 7 ناقص 1 يساوي 6. المئات، 4 ناقص 2 يساوي 2. إذا ناتج الجمع المضبوط 265. الآن أنا أقارن، بعد ما قربت إلى أقرب عشرة 260، والمضبوط 265، أجد أنها قريبة. بعد ما قربت إلى أقرب 100 300، والجمع المضبوط 265، كذلك أجد أنها قريبة. إذا تعرفنا اليوم على تقدير نواتج الطرح بتقريب كلا العددين، إما إلى أقرب 10 أو إلى أقرب 100. أتمنى أن الدرس يكون سهل عليكم، أراكم على خير، في أمان الله.